أصدرت وزارة المالية عرضاً معلوماتياً توضيحياً بعنوان المواطن أولاً في السياسات المالية. أكدت الوزارة أنها تستهدف بذل كل الجهد لمد مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل وتخفيف الأعباء بكل السبل عن المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة أوجه الإنفاق عليها. أشارت الوزارة إلى أن السياسات المالية تستهدف أيضاً دفع النشاط الاقتصادي والتنموي ودعم الإنتاج على نحو يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج المحلي ومن ثم الحد من ارتفاع الأسعار بقدر الإمكان. أوضحت الوزارة أن السياسات المالية تستهدف كذلك الحفاظ على استقرار الأداء المالي من خلال العمل على الانضباط المالي وخلق مساحة مالية كافية لتعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية. بحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلا مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في مصر جيرمان هوبكنز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال التوعية المجتمعية بقضايا المياه وأهمية ترشيدها والحفاظ عليها. أكد وزير الموارد المائية والري أهمية مشاركة اليونيسيف في فعالية أسبوع القاهرة السابع للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر القادم، والذي من المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من المشاركين، خاصة مع عقد أسبوع المياه الإفريقي التاسع بالتزامن مع أسبوع القاهرة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أهمية تنفيذ الخطة التوسعية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبيكو، والتي تضم عدداً من المشروعات الجديدة كمشروع خفض الانبعاثات والذي يمثل تطورا إيجابيا في مجال الإنتاج الأخضر. جاء ذلك خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرنس للجمعية العامة العادية للشركة، وقد أشار بدوي لدعم الوزارة الكامل لهذه المشروعات وأعمال تنفيذها، موجها الشكر لإدارة الشركة والعاملين على الجهود المبذولة للوصول بهذه التطورات الإيجابية إلى مستوى عال من الكفاءة. قام وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي بجولة ميدانية في شركتي مصانع الدلتا للصلب والنصر لصناعة الزجاج والبلور بمحافظة القليوبية التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية. أكد شيمي أن الوزارة حريصة على تنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية التابعة لها وتعزيز قدرتها الإنتاجية والاستغلال الأمثل لأصولها ومواردها المتاحة في إطار توجه الدولة بدعم وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بنحو 2% وتراجع خام برنت ما دون 80 دولار للبرميل، وذلك وسط تراجع لتوقعات المستثمرين لنمو الطلب من الصين أكبر مستوردي النفط في العالم. تراجع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% ليصل ويحقق ما قيمته 79 دولار و68 سنتا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.9% لتحقق 76 دولار و65 سنتا للبرميل. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2% لتصل وتحقق ما قيمته 2.34 دولار للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 3.37% لتسجل 2.12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن نمو اقتصاد البلاد للنصف الأول من العام لم يتجاوز 6%. أوضح المعهد الوطني أن اقتصاد تونس نما بنسبة 1% في الربع الثاني من العام الجاري، ذلك على أساس سنوي. ارتفع معدل البطالة في صفوف الشباب في الصين إلى 17.1% في يوليو الماضي في أعلى مستوى في هذا العام. كشفت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء عن ارتفاع ملحوظ في معدل البطالة بين الشباب ما بين 16 و24 عام مقارنة ب13.2% في شهر يونيو،
من جهته دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشانغ المسؤول عن السياسات الاقتصادية للإصغاء للشركات المتعثرة ومعالجة صعوباتها.